دايما نور بصباحنا غير، عم بيكون عندنا محطات لنضيء اكثر على مواهب شابه وعلى مشاريع ايضا صغيره بمختلف المجالات. اليوم رح نتعرف على صبيه قدرت انه تدمج بين هوايتها بين موهبتها وبين ايضا الفن والجمال والرقي، ويكون لها مشروع الخاص بعالم تصميم الازياء. خطوات بسيطه بظل غلاء الأسعار، بظل طبعا هذا العالم اللي كتير كبير واللي الناس بدها كتير وقت ومجال كتير كبير حتى تترك بصمة بالأزياء، ولكن هي قدرت تبلش تتلمس الخطوات الأولى. رح نتعرف أكثر على مصممة الأزياء زينة الدمشقي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا فيك. يسعد صباحك. في البداية خلينا نحكي عن بداياتك، كيف بلشتي، كيف بلشتي المشوار، كيف هيك اكتشفتي هي الموهبة؟ لأنه تحسي كل الصبايا عندهم وراء كتير بالفاشن وأمور الأزياء والثياب. هو الشغف بلش من أنا وصغيرة، أحب كتير الألوان، تطبيق القمايش، الستايلات، بس لسه ما كنت بعرف لسه وين متوجهة وين حابة. بس كبرت شوي أكتر لقيت حالي بفساتين السهرة والأعراس، الديتيلز اللي فيهم كتير بحبها، بحب كيف يكون في بصمة من هذا الشيء مني، بتعطي جمال وأنوثة المرأة وبنفس الوقت وشيك. أكيد. طيب زينة، هذا مجال تصميم الأزياء مجال ما نو سهل أبدا، وأنه شخص يبلش هيك يترك له بصمة فيه بده مجهود كبير وبده دعم كتير كبير من عدة أشخاص. خلينا نحكي عن مشروعك، كيف بلش يبصر النور وكيف بلش هيك تحطي بمجال تصميم الأزياء بصمتك الخاصة؟ بلشت أول شيء بالشغلات اللي أنا بحبها، ما كنت لسه فايتة أو دارستها، بلشت مثل ما أنا بحب، قرب أكثر للطلبات اللي بحبوها، أكثر شيء مثلاً وقت تجي زبونة شو الشيء اللي بتحبه بجسمه أظهر لها إياه لحتى تكون هي مرتاحة وبنفس الوقت حط بصمة مني. هيك يعني أكثر يعني زاد هذا الشيء إنه بالنجاح. طيب قديش مهم اليوم يمكن ردة فعل الناس على هي التصاميم؟ لأنه مثل ما قلنا بالبداية، لما بدك تعملي بصمة خاصة في ظل انتشار كتير من المصممين الأزياء وانتشار السوشيال ميديا، أدي إلى أثر كبير بتأثير على تصاميمك وتسويقها. ردة فعل الناس يعني شو اللي قالوا لك إياه وقدي تفاعلهم أثر فيك أنه أنت بتتميزي عن غيرك بهيدا الشيء؟ صحيح، هذا الشيء كتير واضح، لأنه في عنا نسبة كبيرة من مصممين الأزياء المهمين عنا بالبلد وبرا، بقى ما كان هو بالشيء السهل، بس وقت تحسني توصلي للعالم مثل ما هي بتحب وبتظهري لها أنوثتها. شو كان يقول لك أكتر شيء بيميز تصميمي؟ يعني بحب أنا كتير يكون التركيز على الخصر، على أكتر منطقة حلوة بالجسم وبالبساطة. طيب زينة، خلينا نحكي شوي اليوم عن موضة السنة. يعني السنة عم نشوف أقماش متعددة، أقمشة متعددة، ألوان متعددة، ما عاد يمكن لون واحد هو سيد الموضة مثل ما كان زمان. كنا مثلا نلاقي والله التركواز هو موضة، كل شيء بده يصير تركواز، لبس، سهرة، كله كله كله. هلأ لا، عم نشوف في دمج، صلنا كذا سنة دمج بين الألوان، خصوصا بالصيف يعني ملك الألوان هو، فبتلاقي تشكيلة ما عاد حدا والله لبس مثلا شوز لازم يكون من لون الكنزة. خلينا نحكي عن توليفة ألوان السنة. الستايلات اليومية بالصيف هي هلأ كتير موضة، الألوان ألواني مع بعضها يعني كتير عم تعطي للصيف إنه روح حلوة، أو في إنه اللون الواحد مثلا الأصفر الأحمر الناري هدول كتير عم يضيفوا إنه كتير حلو. بالنسبة للسهرة ما في ألوان محددة إنه هي ترند أو لا، في كذا لون، بس فيك تقولي ألوان الباستيل، ألوان الأحمر، الأورانج، هدول كتير يعني موضة عم يطلعوا يعني حسب لون البشرة الصبية، إن كان برونزاج أو أفتح، يعني لكل درجة لون بشرة عم يلبق لها الشيء، يعني عم تعطيها هي الشيء الحلو. صحيح، ويمكن كثير من الناس مثلا في كثير من الألوان تلبق لأشخاص، بتلبق لصبايا أكثر، ألوان النهار بتفرق عن أنوار على الأنوال، ألوان الليل قد فعلا. كمان اليوم عم نشوف بشكل كثير كبير مثل ما قلنا بالبداية في كتير ألوان، يعني ما في لون محدد. عم نشوف مثلاً الموضة القديمة عم ترجع، مثلاً اللميع الزايد، عم تشوفي الخرز الشيك. مرقنا فترة، مرقنا بمرحلة كلاسيكية يعني السادة الناعم البسيط، هلأ لا عم نشوف الاتجاه حتى بالفساتين الأعراس. كنا نشوف مثلاً الفستان سادة ناعم بسيط، هلأ لا شيك عم يلمع كتير كبير كتير نافش. في
نوع من الابهار حتى بالتصاميم اليوم عم نشوف في اتجاه كثير كبير عليها. صحيح، هو عم يكون يا اما عم يستخدم قمايش الساتان او البروكار بس بطريقه كثير بسيطه، يا اما عم يكون شك النول واليدوي كثير، يعني عم يكون ترند لهي السنه بالنسبه لفساتين الاعراس او مقربين من العروس او العريس، وكثير عم يعطي فخامه. وبنفس الوقت الساتان الاكمام الباف الفوليوم بعد الخصر هذا كثير عم يضيف يعني لهي السنه. بس تتدخلي برأي الصبيه لانه في مثلا الوان ما بتلبق لها او موديلات تقنعيه؟ احيانا بيجي حدا بيقول لك لا بدي هيدا الستايل بس بجوز ما يتناسب. صح، انا بعطيها اقتراح شو هو يعني اللي بيناسب لجسمها او شو الحلو، بس بالنهايه حسب هي اللي بتفضله. اكيد كمان اليوم يعني ناخذ بعين الاعتبار انه اللي بيتوجه لمصمم ازياء في عنا عدة أنواع من الناس. في ناس بتحب تلبس قطعة ما حدا لابس مثلها، فبتقول أنا ما بدي أنزل على السوق، وخصوصا لما بيكون في مناسبة بتقول بدي أشتري قطعة أنا مميزة أو صمم قطعة بتخصني، موديل شايفته على فنانة، شايفته بالتلفزيون بأي مكان. وفي ناس بتتوجه لأنه مثلا ممكن ما بتلاقي مقاسة بالسوق، فكمان تتوجه انه بدي فستان سهره خاص فيني ما بلاقي قياسي. خلينا نحكي عن هدول المعيارين، هاد صعب لانه ارضائه اكيد صعب، وهاد صعب لانه كمان انك تلبسيه على الموضه مع مراعاه مثلا ديفوهات معينه بالجسم. نحكي كيف بتوازني بين الاثنين. هلا بالنسبه للقياسات الكبيره انا بشوف مثلا شو اللي عنده اكثر شيء هو بارز او ماله حلو، بحاول نخبيه بقصه معينه ما تبين لهذا الشيء ابدا، بالعكس بيبين بطريقه كثير حلوه عليها. او ممكن نستخدم الشيك او الدانتيلات مكان معين عند الخصر او الكتاف لحتى انت تركزي على هالمناطق، بقى انت ما عاد بتشوفي الديفويات بالجسم. وبالنسبه للشخص اللي بحب شيء يكون مميز، خصوصا انه مصمم الازياء ممكن يقول ما بدي اقلد شغل حدا ثاني. اي صح، هو ما بيجي لحتى يصمم شيء هو حابه، هذا الشيء اكيد موجود كوتور بنعمل له اياه، يعني كل شيء بيكون خياطه بالابره والخيط من الشك للتقطيب. بقى حسب هي شو حابه بصمم لها اياه برسم لها اياه لوصل الفكره اللي هي بدها اياها. قديش اليوم بتراعي الوضع الاقتصادي او المعيشي؟ وهي نقطة كثير مهمة، يمكن كثير من الصبايا بتكون كنسلت كثير قصص بيوم العمر او يوم الزفاف لانه مكلف، ان كان مثلا تفصيل الفستان او اختياره او شراءه او اجاره. في كثير احيانا بنشوف من مصممين الازياء ارقام خيالية، يعني اليوم غير تتناسب مع الوضع المعيشي، في ناس مدللة شوي قدرانة بس ما فيها هي الامكانيات المبالغ فيها. هون قديش بتراعي هاي الظرف؟ يعني قديش حتى بيكون مثلا انه في ناس بدها تربح بس مش على حساب الشخص الاخر؟ صح. او على التكلفه الاضافيه. نحن بالنهايه بنمشي حسب هي شو حابه، انا فيني ذات الموديل اعمل لها اياه بالقصه اللي هي حاببتها بتكلفتها، هي نقطه مهمه، الكلفه اللي هي حاببتها، يعني ما طلعها فوق الشيء اللي انه هي عامله حسابها فيه. بنفس الوقت قطعه مرتبه ما فيك تقولي عنها انه هي غير شيء عن هذا، بس بيفرق بالتكلفه، يعني انا بخفف بالتكلفه لحتى ترضيها. نحن يعني فيكي تختاري قماش اقل كلفتان ونفس الموديل نفس الستايل، نخفف كميه الشك او نخفف كميه القماش حسب هي شو حابه، يعني نتحايل على القصات او الموديل. طيب زينا اليوم اذا بدنا نقول كيف عم تعرضي، كيف عم بتقدمي خلينا نقول منتجاتك الخاصه او اللاين الخاص فيكي بالازياء؟ هل عم تعتمدي على وسائل التواصل الاجتماعي او عم تعرضي باماكن معينه؟ شو الطريقه اللي عم توصلي فيها شغلك، وخصوصا انه هلا السوق بحاجه انه يكون موجود مصممين شباب يعملوا طبعا تصاميم متنوعه بتكلفه مناسبه؟ صحيح، اول ما بلشت هو على الانترنت كل شيء، ما كان عندي بوتيك خاص او هيك، بس بلشت وزاد اكثر الطلب. انا يعني صار عندي بوتيك خاص، بس النت كثير شيء مهم لحتى العالم كلهم يشوفوك، يعني بتوصل العالم اكثر بنفس الوقت بيشوفوا مباشر هن شو حابين او صحيح. لا. بالختام خلينا نحكي لكل صبية حابة يكون عندها مشروع كلمة أخيرة، وقديش فعلا يمكن تواجهك تحديات وصعوبات، بس لا طول ما أنت عندك حلم لازم تكمليه للآخر وفعلا بتأديه وتعملي بصمة.
اكيد، لان لكل شيء بدك توصلي له بالنهايه رح توصلي له، بس طلعي على الهدف تبعك كل شيء نفس ما بتحبي رح يصير. اكيد. بالختام بدنا نتشكرك زينة دمشقي مصممة الأزياء، ونتمنى لك التوفيق بمشروعك، ودائما نحن مثل ما قلنا بالبداية جاهزين ندعم كل الشباب السوري بمشاريعهم الصغيرة، لأنه هي خطوة نحو الأمام. أكيد. شكراً كثير لك. نتشكرك أكيد، نتمنى لك التوفيق، نتمنى فعلا يكون لك اسم حتى خارج سوريا وعلى مستوى الوطن العربي والعالم. شكراً كثير لك. شكراً لاستضافتكم. أهلا وسهلا.